سلام عبد الحافظ من بورده. ايوه صح. وريني بقى الحاجات اللي بتعمليها. الحاجات اللي بعملها الحاجات الاطباق النوريه والحاجات اللي هي ايه النوريه ديت والزير والزير حلو قوي قوي. بعملها وبدرب برضو على اساس لو حد عايز يتعلم. بتعلمي ناس؟ بعلم. تمام. طيب بتشتغلي الشغل ده من امتى؟ يعني اكتر من 20 سنه ما شاء الله. انا شايفه كمان حاجه هنا. دي الحاجات دي بتاعت الحاجه فوزيه. ده بروشيه. ايوه حاجات بروشيه. ده حلو قوي كمان. حلو قوي قوي. حلو قوي. شكرا. قولي لي بقى بتعملي ايه؟ كلميني عن الحاجات. بعمل شغل النوري. يلا وريني الحاجات. بعمل ممكن تلفعي توريهولي؟ ده كده وبعمل منه علب. حلو قوي قوي العلب. هنا ده يعني حاجه جديده برضه. ده ايه برضه؟ خيط. هو نفس الخامه بتاعت ده بس يعني شغله اسهل. حلو قوي. وهنا ميداليات. ميداليات كمان. طيب بتعلمي يعني تقدري تعلمي حد الشغل ده؟ كذا حد قالوا لي بس ما حدش يعني اتصل او قال لي يعني. انا بس ممكن بقى. بس ممكن تعلمي الحاجات دي. الواحد يحافظ على التراث ده خساره. الصغيرين كمان يتعلموا. بقالك قد ايه بتشتغلي الشغل ده؟ لا بتعلمها من والدتي. ما شاء الله. كتير. تسلم ايديك الحاجات. انا شامه كمان حاجه ريحتها حلوه قوي. ايوه حلوه قوي. شكرا. تسلم ايديك. زي حضرتك. اهلا وسهلا بيكي. ممكن تعرفنا بحضرتك؟ انا اسمي ماهر حسن. عرفت عن المعرض ازاي؟ والله من خلال الاستاذ سناء حسن، هي وجهت لي دعوه يعني عشان اجي اشوف المعرض واشوف المنتجات واشوف التراث الموجود. طيب ايه رايك في المعرض؟ ممتاز. كل المقاييس حقيقي فعلا ممتاز، يعتبر نواه لشيء كويس ان شاء الله. طيب هتبقى حاجه كويسه لو شفته كل شهر في المكان ده وهتقول الناس عليه؟ هو في شويه تظبيطات المفروض وعلى ما اعتقد انتم عارفين يعني ايه ممكن يتظبط في المعرض، بس ان التنفس يكون في اي اخطاء اي شيء مش موجود يعني في المكان. زي ايه مثلا الحاجات اللي ما عجبتش حضرتك؟ يعني فكره التنظيم بقى مش بالظبط، الدعايه للمعرض زياده، المنتجات الجديدة اللي انتوا عملتوها هي ليها أولوية في الأرض. حاجات بسيطة يعني مش كبيرة. طيب ايه اللي عجب حضرتك كمان؟ أنا الفرايتي عجبتني جدا، كل حاجة تشمل الخماس النوبي. في حاجات كريتيف جدا، حاجات بس محتاجة يعني ايه التاتش الأخير يعني اللي هو الفينش. شكرا ميرسي أوي.